فيديو بقى. ربنا ينور التربه بتاعتكم باذن الله تعالى، ربنا يدفنكم جنب بعض عشان تونسوا بعض، ربنا ياخدكم بالراحه من غير ما تحسوا باي تعب ان شاء الله، يعني يهون عليكم سكره الموت، بدل ما تقعدوا شهرين ثلاثه تطلعوا في الروح، ربنا ياخدكم بساعتها باذن الله تعالى. اوعوا تزعلوا يا حبايبي، ربنا يقدرني وانا وصلتكم جميعا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يديك تربة في مدينة ناصية يا رب، بس تكون على ناصية عشان الشارع، لا على ناصية عشان الشارع ده يدعي لك والشارع ده يدعي لك ان شاء الله. صح يا رب. وكمان اللي عايزك تعرفه ان انا باخد جنيه على الفيديو عشان البنت اللي كتبت عني ان انا عندي ملايين، اسال الله ان ربنا يجعل تربتها حفره من النار لغايه يوم القيامه. اوعى تدعي على اخوك المسلم. جنيه ما تدعيش حاجه على حاجه، ما هي لو مسلمه ما تدعيش يا عم على حد ايا كان. اوعى تدعي على حاجه يا والله. والصلاه يا حبايبي عايزين ناخد مع كل وقت وقت من اللي علينا عشان نقضي الصلاه اللي فاتتنا. الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاه والعياذ بالله. هتاخد معاك فلوس يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هتاخد معاك محامي، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هتاخد معاك شهود يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. هتاخد اهلك معاك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. هتركب طياره عشان تهرب فيها، إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هتقدر تستخبى في خندق عشان من الحساب، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم بالله. يبقى ما فيش مفر من لقاء الله عز وجل. نعم بالله. آجلا أو عاجلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مش عايزين بقى العصبيات يا حبايبي والشيع والاحزاب، عايزين نرجع نحب بعض. مفيش حاجه اسمها اهلاوي وزملكاوي ويميني ويساري وشيع واحزاب، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، صدق الله العظيم. فمفيش داعي نتفرق يا حبايبي، نوحد كلمتنا كده ونوحد هدفنا كده ان شاء الله عشان نتغلب على الغلاء اللي احنا فيه ده. اهو ده انا بعد على الجزارة اقول للحمة السلام عليكم، الى اللقاء في جنة الخلد ان شاء الله. مش قادر اتصور جنبيها، فلو بس ممكن اشتري ماسورة اتخنق بيها وبعدين اعمل عليها شوربة باذن الله. فربنا يديك كده واحدة ارملة توفر لك العرش والشقة وتلاقي عندها عيال جاهزة، تقرا عليها الدعاء للميت من هنا وتاخد العرش والشقة بتاعتها من هنا، والعيال بقى تبلغ فيهم الاصلاحيه منها. امال هتكون نفسك ازاي؟ يلا كت بقى كت. اي حاجه تغلى يا حبايبي عايزين نقطعها. انا بعدي على الجزاره اقول للاحمد السلام عليكم، الى اللقاء في جنه الخلد ان شاء الله. فاي حاجه تغلى نقطعها عشان نربي التجار، الوزراء وبتوع مجلس النايبه دول ما بيعملوش حاجه، بيطلعوا يتكلموا بس في التلفزيون وخلاص، ما بيعملوش اي حاجه. انما احنا بقى اللي نربي التجار والحاجه الضروريه بس هي دي اللي نشتريها عشان نتقوت عليها باذن الله. هتغلوا علينا الكهرباء، هنشتري الالواح الشمسيه وناخد منها الكتريك باور ان شاء الله. هتغلوا علينا السكر، هنشتري ملبس نحل بيه الشاي عقبال ما تعدي ازمه السكر ان شاء الله. هتغلوا علينا اللحمة، هنشتري البقوليات عشان ناخد منها البروتين ان شاء الله. وحبايبي اللي بينزلوا في المظاهرات ما تعرضش نفسك للخطر يا حبيبي، واحد في التربة والتاني في المعتقل، كراسي الدنيا وكراسي الوزارة وكراسي الرئاسة ما تسويش قطر الدم تنزل منك على الارض يا حبيبي. اذا جرى عليك السلطان اصبر عليه لغايه اما ربنا ياخده ان شاء الله ويريح البلاد والعباد منه باذن الله تعالى. لكن ما تنزلش في المظاهره وتعرض نفسك للموت يا حبيبي. ونحذر بقى من التلفزيون اللي فرقنا من بعض، القنوات الفضائيه عماله تفرقنا وتخصمنا من بعض،
والنهار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. قالت ممكن اتصور معاك؟ قلت لها بخاف على سمعتي يا سلطان. اي نعم كنت بمشي مع بنات بس تبت دلوقتي بقيت امشي مع ستات. اللي خلى واحده من الفلبين تعرفني؟ اتاري الشهره على 100 وانا فاكرها على 90. قالوا لي رشح نفسك في البرطمان بس خفت لا يقولوا لي يا ابن الدايره. اي حد زعلته او جرحته يبقى احط لزقه. ربنا يموتكم بالسلامه، ربنا ياخدكم بالراحه، يعني يهون عليكم سكره الموت بدل ما تقعدوا. طيب ايه لازم صابرين. ربنا ياخدك عند النبي يجعلها لك اخر زياره ولا ترجعي. طب انا شيماء، انا شيماء ادعيلي. انت شيماء ربنا يخلي لك جوزك ولا يطلقكش ابدا ولا يتجوزش عليك ابدا. عايز اخش احمد الحنش. احمد الحنشي. ربنا يبعد عنك الحنش. امين يا رب. امين امين. وعوضها بزوجها معها اطفال جاهزين. ربنا يديك يطلقك من مراتك ويديك واحده متطلقه جاهزه. توفر لك العيش. لو ان الشيخ بيقول يا اخوانا اللي مراته تعبي ام يقف كل جامع وقف معاه ده واحد. قال له انت اللي مراتك مريحك. الله يخرب بيتها كسرة لوسط مش قادر اقوم معاك. ما انا اللي كنت قاعد. ايه وانت اللي قاعد. حبايبي اللي بيسيبوا الصلاة خدوا مع كل وقت وقت من اللي عليكم. اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة. الصلاة صح. وحبايبي اللي بيفرشوا المسجد بفرش مزخرفة هذه الزخرفة هتشغل المصلي. عايزين ارض ساده بيضاء كهذه رخام ابيض عشان لا يشغل المصلي عن مناجاه الله. واللي يتزوج 20 يوم ورجع وحط مراته وفي الغربه ايش تقول له؟ ذا ظالم. ها ظالم. لا هو احمد الحنشي ده 20 يوم 20 يوم اتجوزها 20 يوم 20 يوم وجاي الغربه على الشغل. زمانها حامل دلوقتي. ربنا ربنا يديك توأم. ربنا يديك توأم عشان 20 يبقوا توأم 10 و10 وده هيثم. ده ايه ده؟ عنده ولد وبنت. ربنا يديك واحده متطلقه واحده ارمله الاثنين مع بعض. يلا وش تقول المدينه؟ كيف المدينه؟ خلي على ابو سامي. ابو سامي المدينه حلوه كلها ما عدا الفرش بتاع المسجد هو اللي مش عاجبني. ليه؟ يشيلوا الزخرفة اللي جاية من الصين ده هيا ويحطوا لنا أبيض. صور لي دي، صور لي دي، صور دي. يحطوا لي أبيض زي ده هو كده حتى لا يشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة. صح. عشان أركز مع ربنا. كفاية المشاغل اللي أنا بتدخل بيها. تحط لي زخارف في الأرض كمان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد. وأرجو من البنات ما يطلبوش يتصوروا معايا عشان أنا من النوع اللي بخاف على سمعتي. أي نعم أنا كنت بمشي مع بنات بس تبت دلوقتي الحمد لله بقيت أمشي مع ستات. مع ستات. هنشتري عربية تمشي بالماي. ازاي تمشي بالمية؟ ازاي؟ نفصل الهيدروجين عن الاكسجين. ايوه. الهيدروجين يحرك العربية بالغاز والاكسجين يطلع نتنفس. هو قطوع خلي بالك احنا عايزينه. وبعدين الاعلام بتاعنا بايظ خالص. في حاجة اسمها حتة يا بنت هاتي بوسة يا بنت. ده كلام يخش ده كلام يخش بيوتنا. حرام عليك يا وزير الاعلام. ربنا يقول لك رجعوا ودفنوك وفي التراب وضعوك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله. لا اله. وبعدين عايزين نرجع نحب بعض تاني. والحاجه اللي تغلى يا حبايبي انقطاع هيغلوا علينا الكهرباء. هنشتري الالواح الكهربائيه عشان ناخد منها الالكتريك باور ان شاء الله. ان شاء الله. ونفسي احج وازور النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يكتبها لك. اي حد في الوطن العربي محتاج جزء من الكبد يا حبايبي اديله فص من الكبد بس يخليني احج وازور النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يكتبها لك ان شاء الله. لان الكبد بينمو انما الكلى لا تنمو. الكبد صحيح. عشان دم متجمد
ممكن اديله بص واحج بيه ان شاء الله، وربنا يعوض عليا باذن الله بعد كده يا رب. ربنا يموتكم بالسلامه. امين يا رب. ربنا ياخدكم بالراحه من غير ما تحسوا باي تعب. ربنا يدفنكم جنب بعض كده عشان تونسوا بعض. تبقى دفنه جماعيه. موتنا دلوقتي. تبقى دفنه جماعيه. ربنا يموتكم بالسلامه حبايبي وياخدكم بالراحه، يعني يهون عليكم شجرات الموت وياخدكم ساعتها باذن الله تعالى. امين. اوعى تزعلوا يا حبايبي، ربنا يقدرني وانا اوصلكوا جميعا ان شاء الله تعالى. ربنا يديك الصحه. مش حاسس حد. ربنا يديك الصحه. ربنا يديني واحده ارمله توفر لي العفش والعيال، توفر لي العفش والشقه ولاقي عندها عيال جاهزه. تبقى منتجه. اقرا عليها الدعاء للميت من هنا واخد العفش والشقه بتاعتها من هنا، والعيال ابلغ فيهم الاصلاحيه من هنا. لو ان الشيخ بيقول يا اخوانا اللي مراته تعبانه يقوم يقف، كل جامع وقف مع ده واحد قال له انت مراتك مريحاك؟ الله الله يخرب بيتها كسره لي وسط الشدره وما الشدره وما وانا اللي كنت قاعد وبقول لاصحاب البدل والجرافتات اللي بيغلوا علينا الاسعار، انا لما افتقر وما اقدرش اشتري حاجه ويجي الارهاب يعرض عليا ملايين، طب ما انا كده هروح مع الارهاب عشان هيعرض عليا ملايين. فاتقوا اديوا ربنا فينا، ومش عايزين ننتخب الا افقر واحد في البلد عشان يحس بينا. دول صرفوا الملايين على الانتخابات بتاعتهم، عمرهم ما يحسوا بينا في يوم من الايام. صحيح. عايزين نرجع نحب بعض تاني. الاعلام خلانا نص البلد مرسي ونصها سيسي، ربنا ياخد الاثنين ويريحنا منهم عشان نرجع نحب بعض تاني. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عبد الباسط يا اخوه، اي حد يتوفى عندكم ان شاء الله شغلوه بقى في الميتم باذن الله. الاقيش عندكم حد عيان قرب يتوفى ان شاء الله؟ ولو حسيتوا بسكرة الموت وحد شغله جنبكم ان شاء الله هتموتوا بساعتها باذن الله تعالى. ربنا يموتكم بالسلامه. ربنا ياخدكم عند النبي يا رب. معلش يا اخوانا كلنا بنوصل بعض يا اخوانا، ربنا يقدرني وانا اوصلكم جميعا ان شاء الله. لا انا لسه، لا انا لسه بكون نفسي، لسه بكون نفسي. ربنا يرزقني بواحده ارمله عشان توفر لي العفش، ولا عندها سكن ولا عندها عيال جاهزه، اشغل لها الشريط من هنا واخد المعاش بتاعها من هنا. لو ان الشيخ في المسجد بيقول يا اخوانا اللي مراته تعبانه يقوم يقف، كل الجامع وقف ما عدا واحد قال له انت اللي مراتك مريحك؟ الله الله يخرب بيتها كسرالي وسط مش قادر اقوم اقف.